الفيديو اللي شفناه وكذا مقطع او صوره ليه ان هو مقلل الروح العسكريه اللي هي زي ما بنقول قالب وصب وصارم. هو مقللها وده ذكاء. فهو دايما واخد وضع مرتاح. تلاقي جسم شكل عن عمد. طبعا ما هو ده اللي بقول ده ذكاء بتاعه. ما هو ده اللي تخليك تتفرج عليه بانتباه. مقلل طريقه قعدته، ابتسامه، قربه. خد لو بنبص على العسكريين ان جنرال تلاقيهم واقفين بعيد وواقفين صارم. هو بالعكس ده بيقرب. لما بيتكلم بيتكلم بايده من الناحيه دي. الحته دي معناها غير كده، غير لما بتكلم كده او بتكلم كده. مختلف. فهو لا، هو من ناحيه الذكاء الوجداني اللي الدكتور قال عليه. لا ده طب قبل ما نشوف الفيديو اسال السؤال ده وناخد اجابه سريعه من دكتور ايهاب. يعني فكره الشعب المصري وانه اكتفى بالحكم العسكري، هل ده يعمل حاجز نفسي بينه وبين اللي هو بلال؟ انا شخصيا اكتفيت من الحكم العسكري يعني، واتمنى ان الشعب المصري يكون اكتفى. طيب خلينا نشوف فيديو للواء اركان حرب محمد بلال ونرجع لمائده التحليل مره اخرى. اتصل بي بعض من الساده الزملاء، اعتبرهم زملاء حاليا، وطلبوا مني ان اجي اتولى رئاسه الحزب. قلت لهم حاضر، بس اجي اقابلكم الاول واعرف ايه المبادئ وايه الحاجات الحزب، لان انا لم اكن اسعى الى ان اعمل هذا الموضوع. رحت هناك قابلتهم وجدتهم من بعض الشباب اللي هم 25 يناير اللي بنفخر بيها كلنا، بعض من النشطاء السياسيين، بعض من ذوي الرؤيه لمصر في المستقبل، لدرجه ان هم عندهم يعني حاجه للافق طويله جدا، كبيره جدا، تفوق حتى العمر المتبقي اللي هم الصغيرين ليهم قبل ما الكليه طبعا في العمليه دي. فاعجبت فعلا بالبادي دي، قلت برضه ندرس ونتقابل تاني. انا اعلنت ذلك في يعني في حديثي في مجله الشرق الاوسط، وقلت يا ريت عند التقدم للترشيح يكون لا يقل عن 40 ولا يزيد عن 60 عند التقدم للترشيح. ولكن عندما وجدت العمليه بقت مفتوحه في التعديلات او الدستور الجديد، فقلت انا قادر ان انا اتقدم للترشيح للرئاسه ولو فتره واحده فقط. لان انا بصراحه واقول ليه بقى انا يعني تقدمت للترشيح للرئاسه، وجدت كل المتحدثين كلنا برضه بنشتغل فرديه، كلنا بنشتغل كما كان في السابق، كل واحد بيتخذ قراره لنفسه، كل واحد بيقول انا هعمل، مع ان انا هعمل يبقى اللي هيجي بعدية هيقول ده اللي عمله فلان يبقى اهده عشان يبتدي يبقى هو اللي عمل. لا زال هذا الفكر موجود عند الجميع. انا يعني بلتزم باعمال التخطيط والاستراتيجيه، لازم يكون بلدنا استراتيجيه، لازم يكون لها خطه مستمره لهدف بعيد عشان توصل له. ما كانش موجود هذه الخطه هنبقى زي اللي بنينا الجراج بتاع رمسيس وهديناه، اللي عملنا اي حاجه بنهده، لان مفيش تخطيط مفيش اي حاجه، مفيش رؤيه كامله لاي قرار يتخذ. طب احنا بنتكلم على كمان بعض المواصفات النفسيه، يعني حطوا في خصائص القائد انه قد يكون متردد، هناك المسيطر، هناك المتجنب الذي يهرب من المسؤوليه، هناك المقبول عند الناس، هناك الباحث. يندرج تحت ايه من الخصائص دي اللي هو محمد بلال؟ هو باحث، و يعني ساعه القرار ياخذ القرار بجديه. استاذ ريهام، كيف قرات لغه الجسد في ثقته بنفسه وقدرته على التعبير والوصول بأفكاره للناس؟ ثقته بنفسه عالية، اعتداده بنفسه أعلى. والاعتداد ده منبع الثقة. لأن أنا لما بحس أو واثق أنا من جوايا داخليا أنا متحكم وقوي، بعرف أعمل ضبط لنفسي، تبان الثقة عالية والكاريزما بالتالي بتبان أعلى. لو إحنا بنتكلم على الكاريزما أو الجاذبية بتاعته. بالنسبة الشخصية القيادية اللي فيه، شخصية قيادية عالية جدا، عارف هو بيعمل ايه. انا متفق مع الدكتور ان هو باحث، لانه حتى في كلامه يقولك انا قريت الدراسة دي، وبالتالي الاستراتيجية بتاعت الفكر، وبالتالي انا يعني مذاكر، راجل بيذاكر، مش سايبه. وبعدين دايما تلاحظ في طريقه كلامه على الكولكتيف، المجموع، مش انا بقول كذا، لا، لما بنقعد عملنا، لما مجموع
الوزارات المشاركة الوجدانية دي. دي حتة من الحتة المهمة قوي، ودي برضو مهددة تعليم من التعليم بتاعت العسكرية. هناك ارتباط بشكل أو بآخر يعني بين السن وبين يعني القدرة العقلية على العطاء كرئيس للجمهورية، الطموح، الاستراتيجية، التخطيط، التنفيذ، المبادرة، الابتكار إلى آخره بقى من اللي احنا عايزينه في مصر. يعني هو طبيعي انه السن يبقى فرصة انك تاخد خبرات، بس هو للأسف وفي نفس الوقت مع ابتعاد السن بعض الناس بتفتقد القدرة على التعلم. يعني بعد سن معين يبقى قدرتك على التعلم أبطأ، بس في ناس من وهي صغيرة مخها تكلس، يعني مخها تجمد فما بتتعلمش، وفي ناس بتقدر تتعلم بسرعة جدا في زمن قصير جدا وتلاقيها يعني حكيمة حكمة الشيوخ رغم انها شابة. ففي يعني تباينات، يعني السن هو عامل ولكن يعني ليس دائما يعني ميكانيكي. انا شاب لكن عمري ولا الف عام زي ما قال صلاح جاهين يعني. طب نشوف فيديو اخر ايضا للواء محمد بلال ونقترب اكثر من الشخصية. وهناك القائد يعني بيقود قوات، بيخطط لمستقبل، بيباشر هذا التخطيط وبيحطه في التنفيذ. اذا انا في اعتقادي ان هو قادر على اساس ان يستطيع انه يتوجه الى هذا المنصب كيرشح نفسه للرئاسه لخدمه بلده. ندخل في الموضوع، ندخل في الموضوع. بعد 25 يناير تغيرت مصر وتغير التفكير وتغير كل ما يريد ان يخدم بلده، يخدم بلده من ناحيه بقى نسيب اللي فات اللي كان النواحي الفرديه طاغيه على كل القراراتنا، كل التخطيط كان تخطيط لفرد ليس لمجموعه، ليس كخطط، وعشان كده ما كانش فيه تخطيط، كان فيه قرارات، وكانت القرارات دي بعد ما تطلع تبان انها غلط تتهد من تاني ونبدا من جديد. فانا اعتقدت ان هيجي بعد 25 يناير خلاص حكم الفرد راح، هيبدا حكم المجموعه، حكم البلد، حكم الدوله اللي لكن للاسف وجدت كل اللي بيتكلم على اساس برضه حاجات فرديه دون تخطيط. ايه اهم السلبيات اللي يجب ان يبتعد عنها اللواء بلال في ادوات التواصل، واهم الاجابات اللي ينبغي ان يركز عليها؟ احنا عايزين نتكلم على التواصل. انا عايزه اوصل رساله معينه. حسب الدراسات، انا بتكلم على دراسه محدده بتاعه الدكتور ألبرت ميريبيان، ده زي ما بنقول ده القاعده اللي احنا بنشتغل عليها في ازاي بنوصل معلومه لحد. يقول لك توصيل المعلومه 55% من المعلومه دي بتوصل او تاثيرها عليك 55 عن طريق الفيجوال، الرؤيه اللي انا بشوفه، 38% عن طريق استخدام الصوت، بعلي امتى، بوطي امتى، بخلي مونوتون امتى، بالبيتش امتى، وعندي 7% بس تاثير الكلمه اللي هي المحتوى. تمام. طيب لو جينا قلنا ال 55 وال 38 اللي هي الاثنين على بعض 93% من طريقه توصيل الرساله. بالنسبه لسياده اللواء من ناحيه المظهر، انا اقدر اقول ان هو من ال 55 نقول 40، في 15 عايزين يتغيروا في طريقه الاكسسوار بتاع الجسم، لان اللبس اكسسوار اللبس ده من الحاجات اللي هي بتدي الشخصيه. مش عايزه اقول اكسسوار يعني، انا مش قصدي كده، انا قصدي الساعه، القلم، الوقفه، اكسسوارات الرجاله ضعيفه يعني، يعني الى حد بس قليله يعني، بس تشير الى الشخصيه. يعني دي الحاجه اللي بنبص عليها لما نعوز نعرف فعلا شخصيه الراجل ده ايه. بالنسبة للاستخدام التوناليتي بتاعت الصوت، هو يجدها لأن صوته من الأصوات المؤثرة. فلو أجي أقول من الـ 38 أقول له 35 وأنا مرتاح. 7% في الكلام I can say إن هو واخدهم كما يجب أن يكون. الراجل منظم جدا في طريقة كلامه. الراجل استراتيجي وتعود الفكر الاستراتيجي، يعني ما بشوفش النهارده، انا بشوف كمان 10 20 سنة. طب وده اوصل له ازاي؟ والاحلى من كده ان مش انا اوصل له ازاي، احنا كمنظومه تدير البلد. انا ده في كلامه. تمام. واللي باين ان هو طالع فعلا من جواه ويتكلم على مصر البلد. طيب في الانماط القياديه هناك زي ما قلنا قبل كده المستبد، المستبد الطيب، الديمقراطي، الليبرالي، في اي الانماط نجد اللواء بلال؟ انا احطه ما بين المستبد الطيب والديمقراطي.
السؤال الأخير، النسبة التي تتوقعين أن يكون هو أقرب إلى كرسي الرئاسة بها اللواء محمد بلال، ضعيفة، متوسطة، قوية؟ لا، قوية. 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 كريهاب. متوسطة. متوسطة. ونترك الحكم النهائي بعد أن أشكر ضيوفي أستاذة ريهام الهواري ودكتور إيهاب الخراط. أترك أن تضعوا المرشح في التقييم الصحيح له، تشوفوا في درجة ضعيفة، متوسطة، قوية، هذا يعود لكم وستثبت الأصوات على انتخابات كرسي الرئاسة هذه النسبة فيما بعد. أشكركم وإلى اللقاء في حلقة جديدة والرئيس.